هل تعلموا يا جماعة إني ما اكتشفت بعد تصوير الحلقة الماضية؟ رسمياً هذه هو أقوى تحدي كروي. تحدي أنت راح أسميك أبو عباس الجبار البديل اللي دخل. أيوة أنا حزين. 3-0 بالترتيب. إذا 56 لا خليني أقول أنا أرفض هذه التسمية. قالها سترايك وان سترايك. شوف أي سنة شوف. مساء الخير. اليوم انتوا مع اقوى تحدي في تاريخ اليوتيوب منذ تاسيسه. منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 3000 عام، ولكن اليوتيوب تاسس يا اخوان في 14/2/2005 مع عيد الحب. تمام. ولكن اول فيديو كان في اليوتيوب هو فيديو مي الدزو اللي عمله جواد كريم. هو هذا شايف التحدي المعلومات. شايف ايش الموضوع؟ اذا نبدا بهالمعلومات وين بدنا نمشي؟ ما عندنا مشكله. ايش يا اخوان ايش البدايه؟ ايش البدايه؟ انطلقنا يلا. رسميا هذه هو اقوى تحدي كروي. اتحدى ما في احد بالعالم في تحدي بين عقلين كمبيوتر هارد ديسك ايوه يو اس بي لابتوب ايباد. هذا عباره عن العقلين. انا راح اسميك بطل الكويت وانت راح اسميك ابو عباس الجبار بطل العرب. بطل العرب لا لا لا, 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 لا. بين بطل الكويت هو المطلوب البطل في الكويت الى بطل العرب. لا 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 فمو لا لا خليني اقول انا ارفض هذه التسميه. خليني اقول لك مو على اساس انه هو يعني جاي معي بالطياره وكويتي راح اصف معاه واللي رفع 7 سماوات حرف واحد من الاسئله ما يعرف. حرف واحد راح يشوفون الحين بعينهم. محمد يا اخي يعني ما اعطيته زي ما اعطيتني الجوتي. ما اعطيته زي لا ما جوتي اعطيته هديه مش هديه زواجي. ما اعطيته الاسئله زي ما اعطيتني. لا 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 ما اعطيته. هون 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 توقف هون توقف مهم جدا. هل تعلموا يا جماعة إني ما اكتشفت بعد تصوير الحلقة الماضية إنه ورب الكعبة مساعد معطي عز الدين كل الأسئلة؟ كل الأسئلة معطي كريم؟ عز التألق اللي كان يتألقه دارس قبل الحلقة؟ محمد كونتنتو مو ببلاش صح؟ كونتنتو طلع ذكر كونتنتو كونتنتو غريب. أنا تفاجأت هذا أخوي؟ آخر مرة محمد خسرت وانكسر بيضة على راسك. أنا بتوقع إني أخسر بصراحة. ليه؟ ليش؟ عشان يعرف عبد الله ما شاء الله. عبد الله ما شاء الله قامة كبيرة جدا في الإعلام الكويتي والإعلام العربي والمتابع الرجل المحلل ويظهر في الشاشات الفضائية. عبد الله يا إخوان نوعية ذاكرته نوعية تجميعية، ذاكرة تجميعية يعني يتذكر الأحداث بتفاصيلها ويتذكر اللعيبة والتفاصيل. أنا ذاكرتي عشان تعرفوا ذاكرة رقمية، يعني أنا بتذكر تواريخ وأرقام. كم وليد كاكا؟ كم وليد كاكا بسرعة؟ شهر 4/1982 أليساندرو كاكا. هذا اللي أقصده. شهر 4/82 نعم طول 186 سنتي. أرقام بعجبك. أما تجميعي هو. ولذلك أبو عباس متوج من الآن. انطلقنا. شوف حرب حنسميها المايند جيمز ما بين المدربين. تمام؟ خلصت التصريحات. نتكلم الواقع والجد. محمد الله يشهد قامة إعلامية رائعة مؤثر صاحب محتوى، ولكن اليوم يا محمد إيش يصير؟ الجماهير منتظرة حرب. مسألة إبر التخدير هذه أرفضها. محمد دششني بساعة. محمد هل أنت 2.4 مليون؟ نعم. وإن شاء الله بإذن الله قريبا راح أبارك لك بثلاثة مليون. الله يبارك. تمام. وهذه الحلقة راح تحصد 200,000 لايك. هذا تصريح. هذا هو التحدي الآن. 200,000 لايك. 200,000 لايك يا جبابرة. الفريق بيتعب لأجلكم يعني أقل القليل. مستمتع في الحلقة؟ لا تكون لئيم. 5 لايك. المشتركين شلون عليهم محمد؟ أجسامهم ايش فيها؟ أجسامهم ايش فيها؟ ايش اللي ما بده يشترك؟ كيف شكل جسمه؟ كيف شكل جسمه؟ كيف شكل هزيل جسمه صغير صح. اشترك واستمتع ورب الكعبة محتوى نظيف. ورب الكعبة محتوى نظيف. فلتكن اكتافك عريضة كما هذه ما تكون اكتاف مجهرية. واشترك يدوب تشوفها. واشترك. قبل أن نبلش نشكر شركة A2X اللي ماسكة الدعاية والإعلان للبرنامج وللقناة بشكل عام. جابت لنا اليوم رعاة، واحد من الرعاة جايب لكم هدية. الله. راح نبلش وياك البرنامج بهدية. يلا قولي وين حصلت برنامج طالع. ايش عن جد ايش دخل؟ ما في تخيل برنامج راح تبلش هدية. ايش دخل؟ غير الهدية اللي تحت الكاميرا اللي تدري بيني وبينك، بس الهدية الحين قدام. ما راح ادلك عليها، راح ادلك عليها. كل ما لبست الجوتي راح اقول لك. ها دلعني. فاموس 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 يعني باللغة الإسبانية هيا. شنو جاب لك يا محمد؟ شنو جاب لي؟ تفضل بالكويتي. انا راح اتكلم بالعامية. شكله تيشيرت. شوف شكله تيشيرت. شوف فاموس شنو جاب لكم اليوم. شكله تيشيرت. ما راح تحصل عند احد والله العظيم. ما راح تحصل عند احد. هذا تيشيرت ولا ما راح تحصل عند احد. هذا اتحداك حصري. حتى ما اتحداك بس مخصص حق محمد عدنان. ما راح تحصله. زيزو
شوف اي سنه شوف 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 بطل بطل يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر لا 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 ما راح تحصل ما راح تحصل ما راح تحصل مالديني اثينا 2007 المفروض افتح 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 اعشق هذا الموسم هذا كان اخر موسم للاسطوره زيدان في ريال مدريد 2005 2006 لا ولونج سليفز كمان صح الكم الطويل انا دخلت ليش احنا الحين فنان فنان تذكروه عند فاموس تذكروا التيشيرت يا جماعه تذكروه كان مشكل ثلاثي زيدان وروبينيو ورونالدو روبرتو كارلوس لا لا فاز هلجيرا بافون راؤول برافو ورافي شوف تيشيرت طبعا باولو مالديني ميلاني طبعا الميلاني أثينا 2007 رد الثأر من إسطنبول الليلة التي تعاد مليون مرة لن يبتسم فيها دودك ولكن في 2007 الحمد لله إنزاغي عوضنا جرح يعني 2005 ما راح ولكن مالديني حقق الخامس بطولة دوري الأبطال منذ 89 90 94 2003 و 2007 فنان فنان اتفاق قدام الشباب ما تخليني على الصفر والله والله جنب خلني اقول لك فاموس شو مسوي اسمع فاموس شو مسوي الحين اول ما تنزل حلقه تقدر تسوي ستوب الحين تروح على اكونت فاموس في الانستغرام كيف اكتب الاكونت فوق او تحت طلعوا المكان اللي تبون راح تلقى منزلين بوست دش اكتب على البوست فاموس كومنت كومنت فاموس حلو فاموس زي راموس بس شيل الار حط في يختارون ثلاثه 1 2 3 يعطونهم تيشيرتات من اختيارهم مجانا مجانا فزتوا رسميا مجانا بس ادخل على اكونتهم حلو جاهزين يلا جاهزين؟ أنا مش أوكي جاهزين. يعني جاهزين. تبي أحمسكم زيادة اللي يفوز بالفقرة الأولى عنده تيشيرت من فاموس هدية بعد. إيش فيه؟ إيش فيه يا ناس؟ جاهز فقرة؟ يلا. ماذا تعرف؟ هيا. راح نبلش من اليمين وإن شاء الله كلنا من أهل اليمين. نبي قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2006 بين برشلونة. وأرسنال أساسي احتياط من الفريقين لعب ما لعب ما عندي أي مشكلة تفضل تمشي معي بنفس الترتيب الإعداد جاهزين فيكتور فالدز بيليتي بيليتي أوليغير حلو بويول ماركيز فان بروكهورست سيلفينيو صحيح حلو سيلفينيو صحيح على الاحتياط على نطلع وسط وسط يلا نطلع الوسط نقول تشافي نيستا لودفيك جولي صحيح ذكرني مين فان بومل فان بومل حلو جاهز أقول مين كان في الارتكاز مين كان في الارتكاز لا 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 سالفة التوازيق لا 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 محمد شد يلا رونالدينيو جاوتشو رونالدينيو سامويل إيتو طيب خلينا نطلع يانز ليمن يانز ليمن يانز ليمن احتياطي فالدز خورك ويرا تيري هنري تيري هنري إدميلسون صحيح خوان أنطونيو ريس ألكسندر هليب صحيح دينيس بيركام كامبل سول كامبل صح اللي انطرد رائع تك 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 روبرت بيريز ليونبرغ يس باكج أذيلا باكج لازم باكج سيسك فابريغاس صحيح حبيب كولتوري صحيح سانت هليب صحيح سانت هليب قالها سترايك ون سترايك ون تفضل يلا حلو إيمانويل إبوي صحيح إبوي على اليمين صحيح ضايف لورين على الشمال كان ولا لعب ولا كان دكة لا لا ما تسأل جاوب لورين 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 كان موجود سترايك تو موجود تفضل أشلي كول أشلي كول لارسون فيليب سندروس نقول في خط الوسط خط الجزء ثلاثة صبرك على اثنين المونيا جاي لك ليتشي نسيت يا جماعة ذكرونا يا ناس لا. استنى شوي ثلاثة اثنين واحد ماكسي كان موجود لا اعتقد ميسي ميسي مكان ما كان ايش تعرفون ميسي مكان ما كان موجود سترايك 3 اول نقطه تروح حق عبد الله اشكناني احنا الحين كنا ب 2006 راح نروح حق 2010 ايش في شو صار في 2010 منو النهائي دوري الابطال كان كان في سانتياغو برنابيو ما بين الانتر والبايرن عطني لاعب تفضل طيب هانزل بوت ديميكيلس يا سلام عليك محمد لطف فيليب لام يلا بامبويتن بادشتوبر باسيان شايستايجر يانسن كان موجود بعدين راح لهم بعدين سترايك 1 يلا قلنا شفاين سايجر نروح على اريل روبن بيجي مع باكج ريفيري على صح باكج ريفيري صح بس مو غايب هالمباراه اتوقع غايب تاكد اظن طرد ضد ليون في نصف النهائي سترايك 2 اوليتش شفايني قال سترايك 3 شفايني نطلع من الشامبيونز ليج يلا نروح على اليورو حلو سنه 2000 فرنسا وإيطاليا 2-7 سنة 2000
تفضل اول اسم عندك ابي البدا اللي لعبوا اللي دخلوا بديل ما لعب ما راح يصير سترايك اوكي انا غيرت في تمام ايوه آه. البديل اللي دخل ايوه يعني 14 عندك 28 اسم فابيان بارتيز فرانشيسكو تولدو ديساي بيسوتو ديشامب اوليانو لينين تورام لوران بلان ليزارازو بيتي باتريك فييرا يا سلام عليك ويت في تدخل منو اللاعب قول قول منو اللي قال بتيت؟ أنا حكيت بتيت ما لعب كان موقوف؟ بتيت سترايك ون وانت قلت منو توك آخر لاعب؟ فييرا فييرا؟ تفضل رجعت عندك إيه يوري جوركايف اي باكيج هذا منو؟ باكيج دوغالي بس بقول هنري زيدان سيلفا وولتورد بيريز نستا زامبروتا ايه كانافارو ويت أنا قلت زامبروتا انت قلت زامبروتا؟ أنا قلت زامبروتا غلط سترايك تو غلط عليك وعندك رجعت فيوري دي بياجيو توتي البرتيني فييري برا برا التشكيلة ضيع الدنيا وانت قاعد ضيع الدنيا 3-0 عز تعال شوي لو سمحت انا ابيك تدخل بالحلقة نجي قطر 3-0 انا حزين 3-0 انا حزين نطلع من دوري ابطال اوروبا ونطلع من اليورو ونروح حق الاندية نبي هدافين الدوري الاسباني البيتشيتشي من سنة 90 الى يومنا هذا تفضل مشكلة في كثير سنوات تكرروا لا انا احتاج واحد طيب ماشي يلا نقول فييري فييري كريستيانو فورلان ليونيل ميسي سلام روي ماكاي صحيح بعد بورتيفو بورتيفو لويس سواريز راؤول غونزاليس صحيح ظاهر رونالدو 97 مع برشلونة نقول حتى مع مع مدريد بعد خذ 2003 اعتقد مع ريال ليش لا اي لا بس يقولونه مرة واحدة الرود فان ستروي فاز فيها موجود موجود 2007 فروت روماليو في وفي واحد يا باكج تذكر اسمه تذكر الثاني على طول معقول ستوشكوف قصدكم روماريو ومعروف واحنا صغار تعودنا عليه ما اقدر المح الجماهير راح تزعل يعني بدي اقول انه اظن في 2002 كان هداف الدوري نهاد قهوجي لا اظن ما كان لا مع سوسيداد قصدك لا سترايك 1 هذا الموسم نفسه خذ رونالدو البرازيلي هداف 2003 بيبيتو هذا الباكج هذا باكج اي روماريو بيبيتو المنتخب البرازيلي اي 3 لسه شوي 2 دييغو تريستا اخذه جبته جابه صح نعم. صح تحس انه ثلاثه هذول هم لا لا في صعب هم هداف موسم 2000 واحد سترايك 1 ثلاثه 2004 2 استنى واحد يعني مو موجود بندياني سترايك 2 اشيت بالخطر يا محمد انا اذكر هداف موسم 2000 بانجلترا هو فيليب ساندرلاند 2000 باسبانيا هم كان اسم غريب ما كان روي ماكاي ثلاثه 2 نالف اي شيء يعني واحد جوفان سترايك 2 بوتراجينو ثلاثة 2-1 لو دروب لا ما خلاها مستحيل بس لو دروب مايكل مبروك. وسط بس براين لو لعب كان مبروك النقطة الأولى أول نقطة محمد أول نقطة شد وانا ميلاني معروف 3-0 بسرعة ترد عليك بسرعة ترد عليك ميلاني عسيت ميلاني اوعى تجيب لي سؤال من الدوري الإيطالي وبدك نصيحة إلي أخوية خليك في المنتخبات الوطنية أبيك تصعد شوي اصعد شوي ها قائمة أيوة. نهائي هذا السؤال قبل أقوله قبل أقوله قبل أقوله لو سمحت لو سمحت تعطيني هذا تعطيني لو سمحت أبو عباس تعطيني هذا تعطيني هذا يلا راح أخلي هذا التيشيرت كذي ما راح أقول لكم من شنو التيشيرت هذا لا 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 ما يصير تشوف ما يصير مفاجأة 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 اللي جاوب هذا السؤال راح ياخذ هذا التيشيرت السؤال متعلق في هذا التيشيرت أي نعم قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول عام 2005 على الجرح يا عبد الله شكناني بين ليفربول وميلان القائمة كاملة حتى حتى إذا ما لعب القائمة كاملة بها نبلش مع عبد الله شكناني تفضل انطلقنا دودك ديدا سامي هيبيا سامي هيبيا ستام جيمي كارغر مالديني فنان ملاحظين تراوري اخطف مني اخطف منك كفو بيرلو تشابي الونسو صحيح امبروزيني جيرار سيدوف هاري كيول ويت ويت البار البار امبروزيني مش موجود امبروزيني وين هكا موجود سترايك 1 تفضل خلي اقول اخر اسم عشان هذا قلت هاري كيول كاب ديت مرهم شيفا شيفشنكو شيفشنكو اخطفها منك سيرجينو فرنسي اخذ منك خلاص جيب لي سي سي اوه يا سلام عليك يا سلام عليك سبيتشر ميلان باروش كوستا كورتا جون هانريزا توراسو مانويل روي كوستا ثلاثة اثنين الجهة واحد ابياتي فيليبو انزاغي انزاغي مو موجود؟ موجود يا اخوان ممكن مصاب
سترايك 1 كابو كان موجود في ليفربول. سترايك 2 جون دالتوماس. جيرارد قال اشكناني. الحين تخلصت سترايك 3 صح؟ امبروزيني الخطا الثاني كابو صح. الثالث اللي توه طيب ليش انا اقول لك قال شنو فاموس جايب حق اللي جاوب صح على هالسؤال هذا؟ شكله جيرارد بس شوف جيرارد ايش العاب. لا تقول جيرارد 2005 المفروض ما يروح حق عبد الله اشكناني كونه ميلاني. المفروض انت تاخذه تمام مسكت تفضل اهدى انت تبتهدي اهدي. افتخر في جيرارد لاعب عظيم وليفربول نادي عريق. اهديها لمحمد يستاهل. ما تستاهل محمد ما تحمل تيشيرت مثل جيرارد وين تحصله؟ في آخر سؤال بالفقرة أربعة واحد يعني رسميا التيشيرت الهدية رايح حق عبد الله اشكناني. نروح نشوف فقرة المزاد ايش تسوي. عشان أوريكم الضيفين شنو عقولهم جبارة. سمعوا السؤال جديد هذا ما راح يتكرر بالحلقة. أتحدى واحد قولي تاريخ تأسيس اليوتيوب بسرعة. 2005 2014 2 أتحدى واحد يدش اليوتيوب من 2005 لحد الآن يطلع ضيفين راح يذكرون ابطال دوري ابطال اوروبا من 56 الى يومنا هذا بالترتيب. بالترتيب اذا 56 قلت صح 57 قلت غلط سترايك. انت تقول 56 ويقول 57 58 69 بالدور. كم نسخه عندنا؟ 55 65 نسخه بالضبط بالترتيب. 56 2021 محمد جاهز يلا. عشان اوريكم كميه هذا يلا هذه بعد هالسؤال لا تشوفون كرة قدم خلاص. دوري أبطال أوروبا لا تشوفونه لا تشوفونه خلاص لا تشوفونه. هذا الموسم خلاص موجودين جاهزين نبلش يلا. ويت أقسم بالله العظيم أنهم ما يعرفون ولا شيء من السؤال. هذا السؤال موجود في الإعداد موجود. اخترعته الآن لمين؟ 56 ريال مدريد. 57 أي خطأ ريال مدريد. 58 ريال مدريد. 59 ريال مدريد. 60 ريال مدريد. 61 بنفيكا. 62 بنفيكا. 63 ميلان. 64 انتر. ولكن رجع اخذها بال 65 ولكن رجع ريال مدريد اخذها بال 66 سلام عليك. بال 67 ذهبت الى الكره الانجليزيه لاول مره البريطانيه فاخذها سيلتك. نعم نعم المهاجرين الايرلنديين. فاتت ال 68 بعد حادث الطياره عاد اليونايتد بال 68 69 الميلان اخذها. و 70 اول نادي هولندي فاينورد. بعدين بدات السيطره الهولنديه ب ثلاثة متكرر للأياكس أمستردام 71 نعم يوهان كرويف نيسكنز ثم 72 كرروها أياكس أمستردام 73 العملاق البافاري 74 العملاق البافاري يا جماعة مستمتعين ورا الكاميرا انتم مستمتعين أمانة مستمتعين والله متعة أحمر البافاري الضاري 75 نعم أتاها 76 للمرة الثالثة والآن جاء العملاق الإنجليزي ليفربول 77 ليفربول 78 ولكن بقيت إنجليزية نوتنغهام فورست 79 رايان كلوف يكررها في 80 بال 81 يا جماعة رجعت ليفربول مرة ثانية ولكن أيضا الإنجليز سيطروا مع أستون فيلا 82 ثم ذهبت الألمان مع هامبورغ في 83 ويت 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 إرنست هابل يا جماعة مستوعبين؟ لا والله عز مستوعب؟ لا والله مستوعب هذا طبيعي؟ لا والله مو طبيعي والله هل هذا ضروري إنك تحفظه؟ هذه مسرحية بتحسن مو ضروري والله عبالهم تمثيل الحين أنا خايف إن يقولون تمثيل والله العظيم أقسم بالله العظيم إنه ما في ولا شيء من هذا تمثيل مصدوم أنا مثلكم مصدوم أتوا الألمان إرنست هابل أبي واحد يخلط بس عشان نرتاح على اليوفي في صدمة كبيرة في 83 وفي 84 راحت لليفربول ثم أتى التعويض من اليوفي على ليفربول في 85 كانت طبعا القصة الشهيرة يا إخوان نعم. طيب في 85 أخذ اليوفي لأول مرة شنو القصة؟ في 86 ذهبت لنادي روماني ستيوا بوخارست أغرب ركلات ترجيح برشلونة لم يسجل ولا هدف في ركلات الترجيح في 87 فخر العرب رابح مجر كعب على بايرن ميونخ صحيح في 88 راحت للهولندي الثالث نعم بي اس في ايندهوفن مع جوس هيدينغ في 89 ثورة إريغو ساكي عندكو في الرباعية نعم 89 ميلان 90 ميلان ما زال نحسب بين فيكا ب 90 في ال 91 هو النجم الاحمر على مارسيليا ولذلك مارسيليا في ال 93 حاول انه ما يجازف تفضل محمد 92 كان اول لقب لبرشلونه بقنبله رونالد كومان في مرمى سامبدوريا في ال 93 تم الاول والاخير لنادي فرنسي بولي مارسيليا على ميلان 1-0 وبال 94 انتم اعدمتم برشلونه نعم لان كرويف اخطا واستبعد الأجنبي اللي كان راح يفرق هو مايكل لاودر بفضل عليه ستويشكوف وروماريو وكومون
نعم في 94 كانت للميلان. 95 هو غدر الهولنديين باتريك رويفرت 95 1-0 على الميلان. 96 عادت لليوفي مره اخرى وبعدين خلاص انتهى اليوفي معه. غريبه وعجيبه في 97 يا محمد والشب واللوب دورتموند بال3-1 وكانت هنا يعني الكره الذهبيه اتت الى سامر. 98 مياتوفيتش ريال مدريد على يوفنتوس. 99 تيدي شيرينغهام أولي جونر سولشاير في البدلاء في الكامب نو. نعم على البايرن صحيح. 99 لما شاسون عدد في سنة 2000 3-0 في عندنا كانت في سان دوني في حديقة الأمراء في ملعب سان دوني في ملعب دو فرانس. نعم ريال مدريد 3-0 على فالنسيا. نعم ستيف ماكمانامان 2001 ودموع كانيزارس بايرن في الركلات الترجيح. أوكي الحين أنا حافظ هذا اللي بتقوله من 2000 تمام أمشي أمشي يعني نسلخ سريع الآن الحين خلاص. 2001 بايرن. نعم 2002 ريال مدريد. 2003 النجم السادس لميلان. صحيح 2004 في الجلسن كيرشن 3-0 لبورتو على موناكو. 2005 دوزك. 2006 برضو عادت لفرنسا مرة أخرى أقيمت هناك وفازت وفاز برشلونة على أرسنال. 2007 سنة العز والكرامة ميلان أثينا يعود كرة ذهبية وأفضل لاعب في العالم. 2008 في اللوجينك القديم ركلات ترجيح خارقة مانشستر يونايتد على تشيلسي. 2009 ثورة بيب غوارديولا وبطل للمرة الثالثة. 2010 من يوقف مورينيو وإنتر. 2011 الكمال الكروي بعد إزالة إبراهيموفيتش ودخول ديفيد فيا. 2012 برشلونة يقصد. 2012 ما بدي أحكي لكم كنت مسجون ولكن فاز فاز تشيلسي على بايرن. 2013 السماح يا أهل السماح يا أريون روبن بايرن ميونخ على دورتموند. و2014 العاشر لريال مدريد في دلوش في ملعب النور. 2015 برشلونة الأم أس إن. في 2000 وخلاص بدأت أن سيطرة زيدان. 2016 في سان سيرو. 2017 رباعية كاردف. وفي 2018 في ملعب كييف الأولمبي. 2019 كلوب قال أن أنا ممكن أفوز في النهايات وقتلني ورب الكعبة وقتل توتنهام المسكين في 2019 في والدة متروبوليتانو. وفي 2020 البطولة الاستثنائية التي أقيمت في شهر 8 لأول مرة وفوز الباير على باريس سان جيرمان 1-0 في دلوش. وتشيلسي في التقاليد في المدرب المؤقت بعد ماتيو مع توخيل كاي هافرت. أعطف لكم جلالاً وأحتراماً شكراً لكم. أي والله صح صح نلعبكم وتفوزون قبل المحارب شفت لما سيف أو خنجر مثلاً يدافع عن نفسه هذا المقطع اللي توه صار أنا راح أدافع فيه راح مثل السيف قناة هذا المقطع قلهم راح افتخر فيه قل ما في قناة تلفزيونية سوى ما في قناة ما في أحد العالم هذا المقطع ردوه علي إن استطعتم بالضبط. خلصت الفقرة الأولى ماذا تعرف 5-2 نروح حق الهدية الحين نروح حق الهدية بدون ما تشوف اختار لك واحد منهم هذه هدية من فاموس كان فاموس كثير دلعونا اليوم وايد دلعكم وايد دلعكم وايد وايد هؤلاء المشاهدين ثلاث تيشيرتات يا جماعة ثلاث تيشيرتات مجانا خلصنا لا ثاني يمكن مو لك فقرة ثانية إذا فزت تأخذه فكرت الآن إلي تفضل يلا اختار هذا بس هذا مو حق محمد هذا اذا فاز بالفقره الثانيه ياخذ محمد اوكي فتفضل هذا بطله وين راح كاميرتك يلا هذا انه فاز في التحدي الاول انه فاز بالفقره الاولى نعم اسمه ماذا تعرف ماذا تعرف حلو الحين فقره المزاج البرازيل شغلكم محترم ولكم مستقبل طيب واحنا اكبر الداعمين لكم باذن الله الله باذن الله باذن جميل. الله جميل يا جماعه الصراع على اشده والنار اشتعلت في هذا الاستوديو ولكن لو بدنا نظلنا بهذا الشكل حتمد الحلقه لساعات فالحرب مستعره فانا بقول يا جماعه كاتس نقطع حلقة أولى نكمل معاكم في حلقة ثانية شو رأيك أبو عباس وإن شاء الله الحلقة الثانية راح تشوفونها حامية وأقوى من الحلقة الأولى وترقبوا مفاجآت كبيرة نراكم على خير سلام